بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تونس الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة مماثلة إلى يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.